السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. النهار ان شاء الله نهضروا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة مهم بزاف، وهو شنو دير اشنو غادي دير الا نفيتي شريتي واحد القفص يعني ديال الارانب وهو مستعمل، يعني بحال هاد الاقفاص هادو انتم كتشوفوا. راني هذا القفص راني تقريبا راني خاويه، ولكن راني يعني هذا القفص انني شريته وهو مستعمل، يعني كان عندي واحد اخر وبعته وها هو عندي عاوتاني. هذا القفص راه مستعمل، يعني مشري وهو مستعمل. يعني اسمو الخطوات اللي نديرو ملي يلا نكونو جبنا شي قفص، يعني ماشي حنايا اللي خدمناه اول مره. اول حاجه غادي نتكلموا عليها وهي هذا النهار، وهي عند شراء قفص او بطاريه كما كيقولوا خوتنا المصريين، كيقولوا البطاريه. هاد الاقفاص كيسموهم البطاريات. خصنا نسولوا بعدا اول حاجه البائع اللي غادي يبيع لنا هاد القفص هذا، يعني على السبب علاش هو بغى يبيعو، يعني اذا كان يعني مزيان وامين هاد السيد غادي يقولنا. الا كان فيه شي مشكل، يعني هو طرا عنده شي مشكل خصو يقولها، ماشي مشكل ان هو صافي غادي يبيعو. الا كان قال لك فيه شي 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 مثلا جرب ولا شي حاجه خصو يقولها. حنا نقولوا هذا السيد هذا ما قالهاش، المهم حنا بغينا نديرو احتياط. هذا الاحتياط اول حاجه خصنا نغسلو. كاين واحد الاشاعه ديما كتقول باللي يعني خطأ هو شائع، الناس كيقولوا باللي الا بغيتي القفص ديالك يعني تعقمو غتغسلو بماء وجافيل. هذا خطأ شائع، ما خصش الناس يهضروا على هاد القضيه هذه خطأ، يعني 100% خطأ. الثاني يعني اسمو الحقيقه ديال التعقيم خصو يكون بالحراره. كيفاش خصو يكون بالحراره؟ خصو يكون يتحرق هذاك القفص، خصو يتحرق. الاله اللي غادي تخدم بها راه كتباع، هي في الحقيقه ولاو كيخدموها الناس، هي شاليمو. الحقيقه شاليمو كسمو كيفاش الطريقه ديال الاستعمال ديالها، راه الناس دابا ولاو كيشريوها الثمن ديالها 120 درهم. كيشري واحد الخرطوم، واحد التيو، ولاصق فيه واحد الانبوب، يعني كيشوطوا به اللحم ديال الراس في العيد. بلا شك انكم عرفتوها، يعني غير واحد التيو كيتشرى وكي ملي كتبرونشي مع البوطه انه كيبقى يلوح واحد اللهيب. هذاك اللهيب هو اللي كيحرق الراس ديال الحولي. هذا كيستعملوه الناس دابا حاليا للحرق. انا شفتها في فيديوهات ديال الناس اجانب، يعني اما الروسيين او ناس مناطق اخرى كيستعملوا هذه الطريقه هذه، كيحرقوا الكاج ديالهم بهاد الاله هذه. وهذه العمليه يمكن نستعملوها يعني الحرق ديال القفص في حاله شراء هاد البطاريه او القفص المستعمل، وتا يعني هذا المستعمل حتى الا السيد ما قالناش، قلنا راه مزيانه راه الكاج مزيان، ممكن انكم ديروها كاحتياط. غير يعني كتبقاو دوزوا هذاك اللهيب كيدوز على الكاج كامل، باش ما الا كان فيه شي نوع من الامراض ماشي ديروا فيه نتوما واحد الارانب ديالكم ويتصابوا بهذاك المرض. هذه من جهه. ويمكن عاوتاني هذا استعمال هذا الحاله هي في شراء قفص جديد. علاش؟ لان يمكن ان هو جديد فعلا، ولكن المكان اللي كان مخزن فيه اولا، او في التنقل ديالو، التنقل ديال هذا القفص هذا ممكن ان يجيب لنا شي امراض اللي الله يستر حنا في غنى عنها. ويمكن هاد الارانب اللي غادي ديرها فيه تصاب شي ارانب بكتيريا لا قدر الله. انا دابا نمشيو بعد ما نحرقوا هاد القفص، تما عادي يمكن انكم ترشوه بواحد الماء عادي بجافيل، ديروا مع تخلطوا مع جافيل. وهذه العمليه ممكن تعاودوها من حين الى اخر، ماشي ديروها خطره مره تحكوه او ترشوه بالماء وجافيل. اذا هاد العمليه في الحقيقه ديال الحرق ديال القفص راها سهله،
يعني ماشي كنقول نطلب منكم انكم ديروا شي حاجه يعني بروفيسيونيل ولا حرفيه، ولكن لا ما كتحتاجش حرفنه، هذه عمليه سهله ما كتطلبش حتى الجهد بزاف وحتى الوقت، ماشي من اللعب ما تبقاو شادين داك الخرطوم وانكم كتحرقوا في واحد في الكاج بواحد واحد المده، لا ممكن غير دوزوا عليه دويزه خفيفه راه كافي، غير خصو ديك العمليه ديال الحرق دوز فيه كامل وصافي. اضافه الى هذا الكاج واخا تحرقوه خصكم النظافه تكون مستمره، وخصكم ديروا شي طريقه ديال تصريب المياه والفضلات اعزكم الله. ديروا مثلا بحال هذا الغلاف البلاستيكي اللي راني داير كما كتشوفوا، راه كتكون واحد الحفيره راه تمايا هذيك، وكديروا واحد البانيو من التحت، انتم الى شفتوا معايا راه واحد البانيو هذا كيهز كلشي الفضلات والمياه تصريب المياه كلشي كدوز من هنايا هكا وكتمشي لهذيك الحفره راها ثقبة عاديه هي، هذا غير بلاستيك يدير 10 دراهم للمتر كاري وكيكون دوبل، يعني هاد الميكا كلها في هاد الكاج هذا راه طايحه ب 10 دراهم، 10 دراهم راه كتنفع لان ما كتبقاش تضربوا تماره في 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 التنقيه ديالهم، يعني كتصدق 100%، هي غير بلاستيكه ماشي التركيب ديالها ساهل، يعني كتركبوها غير في الجناب هكا وتخليو ثقبه في الوسط وصافي، كتسناو كتبقى تهزو غير داك البانيو وهو اللي كتخلصوا منه من بعد. واحد الحاجه اخرى عاوتاني المراقبه ديال الانانيب اللي تصابوا بالكوكسيديا، يعني الجريان ديال الكرش ديالهم كيوليو مساكن عندهم لا دياري، هذا خاصك ديما القفص يعني يتنقى، لان هذا القفص الاغلبيه ديما كتلقى فيه الى كانوا الانانيب تصابوا بلا دياري كيولي فيه واحد النوع ديال الكحوله ما كتبغيش تحيد، هذه هي اللي تقريبا الاقفاص كيوليو فيهم هذوك الامراض بحال هكا. حاولوا انكم منين يكونوا يتصابوا بالكوكسيد يعني لا دياري جريان ديال المعده، يعني كيوليو كرشهم جاريه، من الاحسن تبقاو تغسلوا هذيك المكان ديال الفضلات، يعني واخا السلوكه هما كيطيحوا الفضلات لتحت، ولكن بالذات ملي كتكون لا دياري حاولوا انكم تحكوا هذيك المنطقه بماء وجافيل. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، هذيك الاله الا قدرتوا تحصلوا عليها راها كدير 120 درهم، كتبرونشيوها مع البوطاغاز عاديه وهي كتطلق بحال اللهيب، ممكن انكم تحرقوا الكاج ديالكم وتدخلوا للدار ديالكم صافي، هذيك هي الطريقه اللي يعني الطريقه المثلى، انكم ما غاديش ملي تحطوا الارانب ديالكم في الكاج ان شاء الله ما يكونش شي ضرر عليهم. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.